بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمتنا وأمهات المسلمين جميعا رب العالمين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نكمل مع بعض في كتاب ميرسي الترم الثاني. نبدأ ناخد بيه كل حاجة إن شاء الله على حلقات. ركز وتابع وما تنساش تعليقك على اللي أنا بعمله. ما استفدت علق، ما استفدتش قول لي مش فاهم ايه وانا هعيد لك ان شاء الله بالتفصيل تحت امرك. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. من صفحه 17 بدأ لي بيقول لي من منى الى ليان مي كونسانس تعرف الاوبجيه الموضوع تعرف سالو ليان. اهلا ليان، دانس ايميل في هذا الايميل جي تي بريزنتي يقدم لك دوك وبين زميلتي دو كلاب في النادي، اثنين بنات زملائي في النادي، اي ام فوازين وجاره دو كارتير في الحي. فواسيها هي ندى ماك وبين زميلة سلة، هي تكون صرصارة مي لكن تريسيم لطيفة جدا. الام هي تحب لا اوردر النظام. سي فريدة وإنها فريدة ماكو بنت جودو، يبقى عندها البنت دي بتمارس رياضتين، منى بتمارس السلة وبتمارس الجودو، عندها زميلتين واحدة في السلة واحدة في الجودو. فريدة في الجودو هي تكون خجولة وبشوشة لكن هي تأكل كثيرا من بشرها. جي تي بريزنتي يقدم لك أيضا ريهام ما فوازين جارتي في الحي إنها تلعب أو تنس. تنس جينيين با أنا لا أحب التنس. شاو وداعا منى. دانسو ايميل في هذا الايميل منى تقدم بنت ولا بنتين ولا ثلاث بنات ولد ولا ثلاث بنات يبقى ناخدوا ثلاث بنات الاخرانيين. منى وريهام يكونوا زملاء تنس زملاء نادي جيران جيران اللي هي الاخرانيين رقم سي. فريده تكون فريده من الصفات بتاعتها انها تاكل كثيرا يبقى شرها يبقى خدنا الاولاني. ندى تمارس ندى صديقه ايه؟ صديقه سله يبقى تمارس السله اللي هي رقم بي نقرا الكات على بي. ضل كلاس في المفصل المدرس بتاع الفرنساوي بوز طرح سيكستيون هذا السؤال. كيلسون فو كاركتري ما هي سماتكم او شخصياتكم؟ اي فواسي لي روبونز وهذه اجابات ديزيليف التلاميذ. مونيكا قالت جيد انا اساعد الناس واحب كونتاكت التواصل او التعامل مع كل الناس. يبقى مونيكا اجتماعيه. نشوف السؤال اللي جاي. طيب ماريون قالت جي انا عندي لجو روج خدود حمراء عندما انا اتكلم من الناس انا اكل كثيرا. يبقى نرجع تاني نقول مونيكا ايه قصتها؟ انها اجتماعيه. اما ماريون ايه قصتها؟ عندها خدود حمراء يبقى خجوله لكنها شرهه. شوف اللي بعدها. الان بتقول جي بورليبكو اتكلم كثيرا يبقى الان صرصاره. أتكلم كثيرا مع زملائي وأنا أكون هايبر سبورتيف ورياضية. نشوف البنت الأخرانية ده دانيال ولد. أنا أعشق النظام يبقى دانيال منظم. جيني إم بابر لا أحب الكلام مع الآخرين لكنه خجول. نشوف كده الاختيارات. نسمع هذا الحوار في النادي ولا في الفصل؟ قالك في الفصل رقم. هناك تكون سيرفابل خدومة واجتماعية. خدومة واجتماعية الأولانية. دانيال وماريون يكونوا دانيال احنا قلنا خجول وماريون قلنا انها خجولة. دانيال وماريون يكونوا ديكو بين زملاء تنس كوزين العم كامرات دو كلاس زملاء في الفصل يبقى هناخدوا زملاء. الان يحب الاكل كثيرا ولا الكلام كثيرا؟ يبقى الكلام كثيرا لان هو صرصار. نشوفه مع بعض الاختيارات. بيقول لي تي صلي انت تحيي مدرسك لما تم في الصباح ماذا انت تقول؟ هتقول له سلو اهلا صديقي بونجورني صباح سعيد يبقى خدنا دي واحد. مغسي شكرا ما تنفعش بون سوار مساء الخير ما تنفعش بونجور مسيو صباح الخير سيدي بخدنا التانية اثنين. تي بروندر كونج انت تودع تي زمي اصدقائك دي لوسي في المدرسة ماذا انت تقول؟ اوليفوار مدام الى اللقاء يا مدام ما تنفعش. ادومان الى الغد تنفع كده وداع. باردون اسف بونجور مي زمي ميكو بين صباح الخير اصدقائي ابلو وداعا يبقى خدنا الى الغد وداعا. نشوف السؤال اللي جاي. تي دوموند ان تطلب من زميلك سان نيفيل اخباره ماذا هو يقول؟ هو هيرد عليه يقول لي بوف صافا مال مش بخير. جي مابيل دانيال صافا بيان انا بخير. جي عبد التان اسكن في باريس مو انه دانيال يبقى احنا خدنا الاثنين من السؤال عن الحاله.
نشوف السؤال اللي جاي. تدمان ان تطلب من بيرسون، من شخص اسمه، ماذا انت تقول؟ هتسأله عن اسمه، هتقول له كليتون نم، ما اسمك تنفع؟ ما عمرك ما تنفعش. من هذا؟ ما تنفعش. كومونتي، طب اللي ما اسم حضرتك او ما اسمك، يبقى خدنا رقم دي. ان بيرسون، شخص، تي دوموند يطلب منك تنوم اسمك، ماذا انت تقول؟ هترد عليه تقول له موا، انه جانيال، تنفع؟ انا عندي 16 سنه، ما تنفعش. صافا بيان بخير، ما تنفعش. جوموبيل بيير، انا اسمي بيير، تنفع. تي دوموند ان تطلب من ساكو بن، من تاكو، من زميلتك، سون اج، عمرها، ماذا انت تقول؟ كلاج تي، ما عمرك؟ تنفع. كلاج ليه؟ ما تنفعش. اين هو يسكن؟ ما تنفعش. كليتون نوم، ما تنفعش. انا عندي 16 سنه، وانت او انت، يبقى خدنا رقم يو. تي تي انفورمي، انت تسال على عمر تاكو بين زميلتك، ماذا هي تقول؟ هتقول مو، انا اسمي ليا، ما تنفعش. هو عنده 16 سنه، ما تنفعش. عمري انه 16، تنفع. انا اسكن في باريس، ما تنفعش. انا عندي 15، تنفع. تي دوموند ان تطلب من زميلك ساكولير، لونه المفضل، ماذا انت تقول؟ اي لون تحب. انت اللي بتسال عن اللون المفضل، انت هتقول له اي لون تحب، يبقى خدنا الاولانيه. هي تفضل اي لون، ما تنفعش. ما يكون اللون بتاع حقيبتك، ما تنفعش خالص. كليتا كولير بريفري، ما لونك المفضل، يبقى خدنا رقم دي. تي دوموند ان تطلب من زميلك ساكولير، لونه المفضل، ماذا هو يقول؟ هو اللي هيرد عليا، اكره الاسود، الحقيبه زرقاء، لون المفضل انه الازرق. ادي واحد، هو يعشق الاحمر، مع هو، ما تنفعش. جو بريفير لونوار، افضل الاسود، يبقى خدنا رقم او. تي ديكري انت تصف لكاركتري شخصيه زميلك، انت تقول هو يكون خجول، تنفع. هو يكون اجتماعي، هو يكون بشوش، تنفع. الاثنين ينفعوا، الباقي ما ينفعش. هو يسكن، ده مش شخصيه. هي، ما تنفعش. هو عنده 15، ده مش شخصيه. تي ديماند ان تطلب من زميلك لنوم اسم ابوه، ماذا انت تقول؟ هتساله عن اسم ابوه، هتقول له من هذا؟ ما عمر ابوك؟ ما اسم ابوك؟ خدنا ده اول واحد. كومون سابلتون بير، ما اسم ابوك؟ ادي تاني واحد. شوف السؤال اللي جاي. تي دوموند ان تطلب من زميلك دي ايدنتيفير، تحديد هويه شخص، ماذا انت تقول؟ كيلسون سي تي كاركتري، ما شخصيتك؟ اين هو يسكن؟ من يكون هذا الشخص؟ كاسكو سي، ما هذا؟ من هذا؟ طيب، يبقى لما تيجي تطلب عن شخصية شخص، تحديد هوية شخص، هتقول له من هذا، وتنفع من يكون هذا الشخص. تونا مي زميلك تي دوموند يطلب منك تونا ادرس عنوانك، ماذا هو يقول؟ هيسأل عن العنوان، هيقول لي أين تسكن؟ أدي واحد. ما اسمك؟ ما يكون عنوانك؟ رقم سيتم. تي تي برزنتي، أنت تقدم نفسك إلى زميلك في الفصل، ماذا أنت تقول؟ فواسي بيير، ها هو بيير، ام فوازين جار، انا اسمي ليو، بقدم نفسي اقول انا اسمي ليو. انشانتي، تشرفنا، لو هو اللي رد عليا، هي اسمها موا، انه بيير، يبقى خدنا الاخرانيه برضه. تي تي اكسكيوزي، انت تعتذر الى المدرس، ماذا انت تقول؟ هتقول له بونجور، ما تنفعش. اكسكيوزي موا، اسف، تنفع. باردون مسيو، اسف سيدي، تنفع. يبقى خدنا الاثنين تحت بعض. تي ديماند ان تطلب من تونا مين من زميلك عيوبه، ماذا هو يقول؟ جي سوي بافارد، انا اكون صرصار. جوموبيل ليو، جي سوي سوريانت، انا مشوش، ده مش عيوب. ليه امبوتيونت، انها غير صبور. جي سوي نرفو، انا عصبي. يبقى هو اللي هيرد عليا يقول لي انا صرصار وعصبي، دي العيوب. ليو توماس، الاثنين دول جمع بيساوي الضمير ال، وطالما ساوي الضمير ال بياخد نهايه او ان تي. ادور على واحده بدول، يشاهدون التلفزيون، لان الاخرانيه نهايتها او ان تي. علي وعمل فصلة، وسامي وعمل ايه، وتوا، اي حاجة في الفرنسا، وان شاء الله يكون 500 مليون اسم. لقيت معاها كلمة توا بتساوي الضمير فو. الا في حالة واحدة بس. ايه هي الحالة؟ تعال نكتبها مع بعض. لو لقيت مثلا كلمة موا ايه توا، جاب لك موا ومي وتوا، في الحالة دي بتساوي الضمير نو، لان الموا هي اللي تكسب. ارجع للجملة تاني. اي حاجه فيها توا بتساوي الضمير فو، ادي الفو هنا نهايتها او زد، تنفع. تنفع. انت تسكن نقط، قال لك 45 شارع الاوبرا، كيف؟ من؟ ما او اي؟ اين؟ خدنا اين الاخرانيين. بابا، ابي، جو والفو، اذا جاء فاعلين في الجمله لم يفصل بينهم فاصل، يتم التعامل مع الاول على انه الفاعل الاساسي، والتاني ده هو مكمل.
يبقى لما يجي جو وراها فو اشتغل مع الجو. الجو نهايتها ايه في الفرنسية؟ نهايتها او. ادور على واحدة في دول نهايتها او، قال لك برزنتين. تعال نترجم الجملة، بابا انا اقدم لحضرتك. سون لي كاركتري، شخصية مذكر، شخصية جمع مذكر. ادور على واحدة في دول جمع مذكر، يبقى خدنا رقم سي، كل بتاعت جمع المذكر. البلو الازرق، الازرق حطيت لك لو في الاول عشان يلخبطك، ما كل الالوان مذكر بس كلمة كولير النقط قبلها، كلمة كولير مؤنث، يبقى خد ان الاولاني. صافا سوبر بيان، انا بخير جدا. و تي ولا موا ولا ال ولا تو خدناها كتير، يبقى ايه تو؟ وانت كلاج الفو، الفو معاها نهاية او زد. ادور افي مع عمر حضرتك. جو نوت مون بروفيسور، الى مدرسي. انا اقدم نفسي، اقدم نفسي. يكون تونامي زميلك، قال لك انه خجول، يبقى ما ولا كيف؟ كيف يكون زميلك؟ قال لك انه خجول، يبقى خدنا كومو. ايه التوكيد بتاع الجو؟ موا. طب بتاع توا؟ تي. طب بتاع لوي؟ ال. الجو ما تجيش مع الجو. ليكوبن زميلات جمع مؤنث. زميلات جونيا كنا بشوشة، بشوشين، بشوشات، يبقى خدنا بشوشات. مارتين كوم صوفيا، مثل صوفيا تكون. مارتين دي بنت وصوفيا بنت، تكون صرصارة. خلي بالك لو حط لك ان هو صوفيا كان حط لي صون، انما حط مثل يبقى مرتين زي صوفيا صرصارة. كولير لسه متفقين ان كلمة كولير مفرد مؤنث، اخد انا واحدة في دول مفرد مؤنث، قال لك اللي هي كل رقم ب. السوف الفرنسي معروف، انا عندي السي ابوصرف يجي وراها ايه، السو وراها صون، والاتنين مع فعل اتر، اركز فيهم كويس جدا. ارجع السو صوت، انا مغمض. شوف السؤال اللي جاي بيقول لي فاسي منى، ها هي منى، حاطط فاصله، زميل ولا زميله؟ زميله، يبقى خدنا ان اللي هي التانية. السؤال اللي جاي دانيال وراها فو، احنا اتفقنا مع بعض انا اللي قال اول دانيال، في فاصله ما فيش فاصله، يبقى اشتغل مع دانيال. دانيال بيساوي الضمير ال في التصريف، يعني ياخد نهايه اول اولاني. جيم بيكون، انا احب كثيرا البلونك الابيض، كل الالوان مذكر، اكتب ملحوظات ما بطلش اكتب على طول، يبقى اخد لول اولاني. ساره وعلي يكونوا، جالك ولد وراه بنت، جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ قالك لو ولد واحد ومعاه كل المؤنث اللي في الكون يبقى جمع مذكر، يبقى خدنا السوريال الاولاني. تي لسه واخدين التوكيد بتاع تي، تي ايه مع طوا. امال الماضي كانت مع مين؟ مع الجو. واللي وي كانت مع مين؟ مع ال، لسه كاتبينها. لا فامي دي توم، بتكلم عن توم ولا عن اسره توم؟ عن اسره توم. طب الاسره مؤنث ولا مذكر؟ الاسره مؤنث، ركز شويه. ادور على واحده في دول بتاعت مؤنث، قالك سوريانت اللي نهيتها او. سو كواليتي، كواليتي يعني مميزات، للاسف الشديد المميزات جمع مؤنث والعيوب جمع مذكر، سبحان الله. المهم ما هي مميزات المميزات بتاعت، يبقى كل بتاعت جمع المؤنث، يبقى خدنا الاولاني. جوليان وايه تديني اونس، قال لك اي اسم معاه طواء تديني فو، يعني تاخد او زد. اي اسم معاه موا تديني نو، يعني تاخد او ان اس. بص كده هنا النهايه او ان اس، يبقى كان فيه موا. النوم ايه ولا صوم ولا صوم؟ نوصم، نحن نكون، ضلوا كلاس في الفصل، تصريف فيرب اتر. فوفوزا بالليل، ما اسم حضرتك؟ احنا كنا بنستخدم في السؤال عن اسم كلمه كومو، كومو فوفوزا بالليل، ما اسم حضرتك؟ سلو بيير، اهلا يا بيير، ده العنوان اللي هو في صفحه 32 من علي الى بيير لوزير اوقات الفراغ. فعلي بيقول له اهلا يا بيير، ده نسو ايميل، في هذا الايميل جوتيوبر، لو كلمك دي ميل وزير اوقات فراغي. جيم بيكو، احب كثيرا السينما الهنديه. جينيم با، انا لو احب المسرح. جيتي تستي، اكره ليبنتير الرسم.
جي جوي العب ادي جو فيديو العب فيديو افيك مون فوازين مع جاري تيو بتيو جار علي وكلوب في النادي جي جوي العب كرة قدم مع ليو وروبرتي بليو وروبرت دول زملاء نادي او زملاء كرة قدم جيم بيانا نحب الكور دي اكتيفيتي من يلا حب جدا حصة الانشطة اليدوية بتقول سي في المدرسة جنين بان انا احب لوراب موسيقى الراب جادور لموسيقى عاشق الموسيقى كلاسيك الكلاسيكي ايه واو انت كسكتي ايه ماذا انت تحب او لا تحب علي اللي كاتب علي وروبرت تعند ورا علي وروبرت يكونوا زملاء كرة قدم جيران اخوات ولا جيران ولا كوزين ولا زملاء كرة قدم يبقى خدنا زملاء كرة قدم اللي هي الاخرانيين علي بيلعب العاب فيديو مع جارو تيو ادور مع تيو خدنا دي علي يحب كثيرا الرسم ده بيكره الرسم الانشطه اليدويه بيعشق الانشطه اليدويه بيحب حصه الانشطه اليدويه خلاص ماشي ما بيحبش موسيقى الراب ما بيحبش المسرح علي يكتب هذا الايميل الى بير شوف القطعه اللي جايه سؤال في الاول كده بيقول لي كاسكي فوزا مي ماذا تحب او تقرأ قول لي سيف المدرسة نتالي طرحت ست كستيون هذا السؤال اسيكو بين على زميلتها في الفصل ها هي ليرمونز الاجابات مارتين وسوزان هم اللي ردوا مارتين قالت انا عاشق الفرنساوي والرسم والموسيقى والرياضيات لكن انا لا احب العلوم والانجليزي يبقى ايه اللي بتكرهه بتكره العلوم الانجليزي اختي بريجيت تعشق العلوم بريجيت اخت مارتين سوزان دخلت في الحوار قال جي ايه من سيان صاحب العلوم والانجليزي والموسيقى انا اكون احب ان اكون جورناليست صحفية كون مومبير مثل ابي ما جراند سير اختي مونيكا تعشق الألمان نتالي ومارتين وسوزان يكونوا إخوات ولا زملاء فصل زملاء فصل رقم بي لاسير دو مارتين أخت مارتين صابيل اسمها نتالي ولا سوزان ولا بريجيت قالك بريجيت أو فتير في المستقبل سوزان تحب أن تكون مثل سومبير أبوها عايزة تبقى صحفية بريجيت تحب كثيرا اللغات ولا الرسم ولا الرياضيات ولا العلوم بتحب كثيرا العلوم تعال نشوف المواقف مع بعض تي دوموند ان تطلب من زميلك لزوجيه الاشياء اللي في حقيبته ماذا انت تقول كاسكو سي ما هذا ما تنفعش في حقيبتي يوجد مقلمه ما تنفعش ماذا عندك في الحقيبه ادواح كلسون لبارتي دي كلاس مع اجزاء الفصل كل اوبجي اي اشياء توجد في حقيبتك ادي اتنين تي دي كري انت تصف تنسق ادو حقيبه الظهر ماذا انت تقول انا عندي حقيبه ظهر إلي بتي انها صغيرة إلي بلو انها زرقاء عشان حقيبة الظهر مذكر يبقى خدنا الاثنين تحت بعض تيتيم فورمان تتسأل عن الأشياء اللي في المقلمة ماذا أنت تقول كل أوبجي أي أشياء عندك في المقلمة تنفع أنت تسأل عن الأشياء اللي في المقلمة ماذا أنت تقول أي أشياء في المقلمة يوجد ماذا في مقلمتك تنفع كيف تكون معلمتك ما تنفعش اي اشياء في الفصل ما تنفعش اي لون مش عارف ايه يبقى احنا خدنا الاثنين اللي ورا بعض تي دوموند ان تطلب من زميلك لزوجيه الاشياء اللي في معلمته ماذا هو يقول هو اللي هيرد عليا هيقول انا عندي زملاء يوجد حمام سباحه انا عندي فوتر اقلام سبوره دي واحد اليا دي ستيلو يوجد اقلام تنفع الكتب ما بتبقاش في المعلمه بتبقى في الحقيبه في ساك ادو تي بار لان تكلم عن تا دات دي نيسانس تاريخ ميلادك ماذا انت تقول اليني هو ولد هي تولدت عيد ميلادي انه عيد ميلادي بتكلمت عن تاريخ ميلادي وممكن تقولها بصيغه تانية جسويني لو انا تولدت فيه وكم بيقول تي بار لان تتكلم عن ميولك المدرسيه ماذا انت تقول انا امارس التنس مش ميول مدرسيه افضل الرياضيات ادواح احب السله ما تنفعش احب كثيرا الكيمياء تنفع الاخيره بيانو تي دوموند ان تطلب من تونا مي من زميلك لاير دي لافيت ساعه الحفله ماذا هو يقول هو هيرد عليا يقول لي انها الساعه 20 تنفع هي تكون كبيره انها رائعه انها في منتصف الليل تنفع ادي الساعات رديت عليه تي تي انفورمي انت تسال على الرياضه المفضله لزميلك ماذا انت تقول هتساله على الرياضه المفضله كيل سبورت تي بريفير او بريفير تي اي رياضه تفضل
أنت تفضل أي لغة؟ أي مادة تفضل؟ ما تكون رياضتك المفضلة؟ يبقى السؤال بصيغتين. تي ايدنتيفير، أنت تحدد هوية شخص، أنت تحدد هوية فيرنوتير سكولير أداة مدرسية. ماذا أنت تقول؟ إنها تروس، أه معلم، إنه جار، إنه بسين حمام سباحة، ها هو جون زميل مدرسة، إنه فوتر قلم سبورة. يبقى خدنا أداتين مدرسيتين. تي ديماند، أن تطلب من زميلك صنعاج عمره، ماذا هو يقول؟ هو اللي هيرد عليه، هيقول عمري 15 سنة، مو أنا عندي 15 سنة. أه الاتنين زي بعض. تي ديماند، أن تطلب من زميلك الأعداد تاريخ اليوم، ماذا أنت تقول؟ كل جور نصوم، في أي يوم نكون؟ نصوم نحن نكون 12 مايو. كليل أدات جوردوي، أنت تطلب من زميلك، لا يبقى ده سؤال إجابة ما تنفعش. أنت تطلب من زميلك تاريخ اليوم، أنت اللي هتقول كليل أدات جوردوي ما تاريخ اليوم. نصوم كل دات نحن نكون في أي تاريخ؟ يبقى ده السؤال عشان خاطر أنت تكون في أي تاريخ. تونامي، زميلك ديكري يصف ساشامبر حجرته، ماذا هو يقول؟ إليه رانجي، إنها مرتبة، أنا عندي أوردناتير كمبيوتر، منزلي كبير، إليه جراند، إنها كبيرة. يبقى الحجرة مؤنث، خدنا إنها مرتبة، إنها كبيرة. تي دوموند، أن تطلب من زميلك لنمبر عدد شهور السنة، ماذا هو يقول؟ يوجد 12 شهر، آه. نوصم نحن نكون في مايو، أنا تولدت في أكتوبر، أني عندنا 12 شهر في السنة. نفس الإجابة. تي ديماند، أن تطلب من زميلك لزبجي الأشياء اللي في حجرته، ماذا أنت تقول؟ عايز تسأله عن الأشياء اللي في حجرته، كيف تكون حجرتك؟ إنها حجرتك، يوجد ماذا في حجرتك؟ أدي واحد. ماذا يوجد في حجرتك؟ أدي اتنين. نخش على القواعد. ميسير إخواتي، اتنين. نخش على الملحوظة سريعا كده. أنا عندي فيرب أتر، وراه ني، ولد ني، ولدت ني، ولدنا جمع مذكر وجمع المؤنث، كل دول مع فيرب مين؟ مع فيرب أتر، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. تعال نرجع للجملة تاني. إخوات البنات دول جمع مؤنث، أديني كتبت، أدور على واحدة في دول جمع مؤنث، قال لك اللي تحتها اتنين أو أس. أون كل موا، شهر، الشهر مذكر. اكتب، شغل ايدك، يبقى خد كل الاولاني. جون وبيير دول جمع، يعني بيساوي الضمير ال بتاعت الجمع، يعني تاخد نهايه او ان تي. ادور وانا مغمض على النهايه او ان تي. قال لك رقم زياد راكت، انا عندي مضارب، المضارب جمع مؤنث، ادور على واحد دول جمع مؤنث، قال لك بلو جمع مذكر، اورانج بتاعت كله تمشي مذكر ومؤنث وجمع ومفرد، هم كام كلمه؟ قال لك ثلاث كلمات. منين ما تلاقوهم في اي اختيارات خدوهم، طب ما تكتبهم لي. انا عندي كلمه اورانج، سوبر، مارون، منين ما تلاقوا دول في اختيارات يا جماعه خدوه. برتقاني، رائع، بني، دول بالنسبه لي ها الجمع والمفرد، المذكر والمؤنث. طيب نشوف السؤال اللي جاي. اورانج خدناها خلاص، مش عايز اكمل الجمله. جي الفوتر، انا عندي فوتر قلم سبوره في مقلمتي. خلي بالك احنا كنا كتبنا اربع كلمات، كنا كتبنا كلمه تروس، مقلمه، رجل، مسطره، فلو، ورقه، جم، ممحاه واستيكه. الاربعه دول في الادوات المدرسيه هم اللي مؤنث، تروس، مقلمه، مسطره، ورقه، ممحاه واستيكه. طب غير دول، طبعا هيبقى غير دول مذكر. بص كده للجمله من غير ما احفظ، ادي كلمه فوتر قلم سبوره، مسيو قال لي مذكر، خلاص يبقى مذكر. هذا قال لك انه اليكسي، يبقى من هذا؟ كي. جيني ايه بقى؟ في حاله النفي بحط يا اما يا اما، ركز معايا، يا اما دي او يا دي ابوصرف. طب ده مبدوء بحرف ساكن ولا متحرك؟ سيزون مقص، مبدوء بحرف ساكن، يبقى اخد دي او. يا مسيو ده جمع، المفروض اخد دي او اس. يا حبيبي ده نفي. الليلة كولير، يكون اللون بتاعها قبطك، اللون مؤنث، حاطط قبله لا، وانا عارف اصلا ان كلمة لون مؤنث، يبقى اخد كلمة كل التانية، ما يكون لون حقيبتك. سو سوريان، يكون بشوشات، هو ولا هي ولا هم ولا هن؟ يبقى هن.
انه توب دي كول ام بوب لاصق، احنا لسه متفقين ان ده مش من ضمن الاربع حاجات اللي المسيو كتبهم له. خلاص يبقى انتهت، يبقى مذكر، يبقى خد له بير وراها نو. لسه مدالك من دقيقتين الملحوظه ان بير جه في الاول ما فيش فاصله، يبقى بير هو الفاعل. بير بيساوي الضمير ال في التصريف، يبقى خد نهايته او اللي هي الثالثه. سيسون دي اخد اهني في دول، قال لك اللي نهايتها او اس الاخراني. عيد ميلاد جون انه تاريخ كامل، اكتب لي ملحوظتهم بسرعه. قال لك الشهر بياخد اون، السنه بتاخد اون، يوم او رقم وشهر وسنه يعني تاريخ كامل ياخد ال او. تعبير على بعض اسمه اوم وان دو، ويجي وراه اسم شهر معناها في شهر. دول الاربع حاجات اللي عايزك تذاكرهم كويس. نرجع للجمله تاني، ادي تاريخ كامل يبقى اخد ال وانا مغمض. عالي وطوا لسه مديك اي كلمه في الفرنسيه معاها طوا تاخد فو، وطالما خدت فو يبقى تاخد نهايه او زد اللي هي التالته. باراسوليه اساور جمع مذكر، دور على واحده في دول جمع مذكر، قال لك رقم سي. Les élèves التلاميذ ont des trousses، عندهم معلمات، المعلمة جمع مؤنث. دور لي على واحدة في دور جمع مؤنث، قال لك اللي نهايتها هو اس غير الاو اللي عليها اقصد. ثم يا ترى علي ام واقع عشان هي بتساوي نو. طب دي مع طوا بتساوي ايه؟ فو. طب علي وسامي بيساوي ايه اللي بتاعت الجمع؟ طب ليه في البنات بيساوي ال بتاعت الجمع المؤنث؟ يبقى خدنا الاولانية عشان فيها كلمة موا بتساوي نو والنو بتاخد ثم. إنه نقط، قال لك إنه ماكيت نموذج، يبقى إنه كيف ولا إنه من ولا إنه ماذا ولا إنه ماذا. في اتنين ماذا، الأولى تأتي في الوسط أو إنها يبقى تنفع. كو لا تأتي إلا في بداية السؤال فقط، راح دماغك. ده ما شمبر في حجرته يوجد مكتب. في ملحوظة عندي في الفرنساوي، اكتب ورايا الأرض عليك، ملحوظة صغيرة كده يمكن تفيدك، هتشتغل بقى شوية شوية كبار جدا. ايه الملحوظة؟ ان اي كلمة فرنساوي تنتهي بأو مذكر، ما عدا كلمة أو نفسها اللي هي الماء، وكلمة بو اللي هو الجلد. بص للجملة، ادي بيرو مكتب، انت لسه مدين الملحوظة بتنتهي المقطع أو، يبقى مذكر، يبقى اخد ان الاولانية. جي ادي فوترا، انا عندي اقلام سبوره. اقلام سبوره انت قلت لي اقلام سبوره في الاربع حاجات، لا يبقى جمع مذكر. دي نهايتها او او اس او بس على اقصو او على اقصون واس، يبقى هي دي جمع المذكر خدناها ملونه. ايه التوقيت بتاع الجو لسه كاتبينه الموا. التاريخ مؤنث اكتب، يبقى اخد كل الاولانيين. جسويني انا اتولدت تاريخ كامل 11 فبراير، سواء التاريخ الكامل مبدوء بحرف ساكن او متحرك اخد ال او. ملحوظه تاني، سواء التاريخ الكامل مبدوء بحرف ساكن او حرف متحرك اخد ال او، اكتبها لوحدك. انها طول كرايول برايه من ضمن الاربع حاجات اللي كتبناهم، لا يبقى تاخد مفرد مذكر، يبقى خدنا الاولاني. سيسون دي فيرب قتر في النفي، خد ملحوظته ان قتر في النفي لا يتأثر بالنفي، يجي وراه يا إما آ يا إما إن يا إما دو. حقائب ظهر حقائب جمع، أدور على واحدة دول بتاعت جمع خدنا التالتة. طب لو أي فعل تاني غير أتر كان تأثر بالنفي، كنا خدنا يا دي أو يا دي أبصر. كلاج مع عمر الوالدين جمع، الوالدين بيساوي الضمير إل. مع عمرك هي مع فيرب أتر ولا مع فيرب أفوار؟ كلاجاتي كلاجتي آ، يبقى فيرب أفوار، يبقى خدنا أو. منامي صديقتي تكون، صرصار ولا صرصارة؟ صديقتي صرصارة، خدنا رقم ب. سي نقط عيد ميلادك، قال لك انه 12 مارس. انه اين ولا كيف ولا ما ولا متى؟ انه متى عيد ميلادك، يبقى خدنا الاخراني. لافت الحفلة انها نقط، قال لك في النادي. الحفلة انها كيف ولا متى ولا ماذا ولا اين؟ طالما اللي في النادي يبقى اين.
مون جران او مون بير ابي اتولد في شهر، لسه واخدين التعبير على بعضه. او مواندو ويجي وراه اسم شهر. خدنا الاولاني. ماسير اختي عندها، او اخواتي يكن، اخواتي جمع مؤنث، يكن يبقى ده اللي فيها نهايه او على اقسام كده اهو، او اس ادور عليها. هناخده الاخراني. سين ايه بقى فيرب اتر لا يتاثر بالنفي، وما لم مؤنث يبقى ناخده ان الثاني. لورا لا تحب، فعل يحب لا يتاثر بالنفي، هو فعل يحب لا يتاثر كمان، هو كمان بالنفي. قال لك اه يا عم عندك اربع افعال زي فيرب امي، ادوري، دوتستي، بريفي. نقراهم تاني ونشوف هنعملهم ازاي. امي يحب، ادوري يعشق، ديتستي يكره، بريفير يفضل. بيجي وراهم ادوات معرفه في النفي والاثبات. يبقى اذا بعد الملحوظه اللي احنا قلناها، بيقول لك لورا لا تحب بعض فيرب امي في النفي لا يتاثر بالنفي، يبقى ناخده لا عشان التلفزيون مؤنث. احنا خدنا لحد صفحة 36 حصة خفيفة كده عشان اخش على طول في الحصة اللي وراها في بداية المنهج بتاعك ان شاء الله. الحلقة اللي جاية نخلص الواحد درس الاولاني كله فيه بكلماته بكل ملحوظاته بكل الشرح اللي فيه. انتظروني ان شاء الله اذا كان في العمر بقية، واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.